عندنا سياسة معينة في السي بي سي يمكن اللي بيتابع المحطة إيه ده اللي هو شافها هي اتبنت سنة ورا التانية. إحنا ما بنعتمدش على فكرة إنه تغيير البرامج كتير، يعني إنه الخريطة بتلاقي فيها فجأة برنامج كويس أو ما عجبكش وبعدين البرنامج بيخلص ويخش برنامج تاني. البراند ده اتبنى بالمنهج ده، بمنهج إنه في فلاج شيبس، في نجوم ونوع من المحتوى هو جزء من البراند بتاع المحطة. السنة دي كمان في هنا الشباب هو شارك لميس التقديم اثنين من مذيعينا الشباب، لما جبريل وحسام حداد، وهم من نجوم اكسترا الشباب اللي يمكن بعضكم عارفهم. هم من نجوم اكسترا اللي بدأوا على اكسترا وكبروا على اكسترا، واعتقد ان هم يكونوا اضافة رائعة، اسم مجموعة من الاسماء الجديدة هتقدم كمان من خلال هذه الاسماء برنامجين جداد. واحد فيهم هو برنامج طهي للاطفال، وهو بيقدمه طفلين، هم نفسهم بيقدموا البرنامج، وبتقدم كنوعيه متخصصه اول برنامج عن المخبوزات، وده فن كبير ولذيذ كمان الحقيقه، ومهم ان الواحد يعرف اسراره، واعتقد هيتقدم بشكل جذاب جدا لانه السبيل له صعبه وصعبه، احنا كتير وصعبه. صعب على استاذ عادل امام تحديدا، يعني مبدئيا عادل امام يعني لا يمكن تختزله في رقم، بس عشان ابقى متفقين يعني عادل امام لو قلت مليار فهو يساوي اكثر من مليار، لا يمكن تختزله في رقم يعني. لكن الموضوع بيبقى ايه؟ الموضوع بيبقى عشان يتحقق، ويمكن اكثر صعوبه بالنسبه لما نقول اسم زي الاستاذ عادل، لكن علشان يتحقق اصلا سواء مع الاستاذ عادل او مع نجوم حتى مش زي الاستاذ عادل، هو محتاج حلول، محتاج حوار بين المنتجين وطرق توزيع معينة وطريقة معينة في الإنتاج بحيث تقدر تحقق ده وتحول إلى واقع. أول حلقة من برنامج إكسترا تايم مع إسلام الشاطر هتكون يوم السبت اللي هو يعني بعد بكرة إن شاء الله، وأعتقد دي إضافة مهمة على مستوى الإعلام الإخباري الرياضي المتخصص على قناة أخبار زي إكسترا نيوز.